نيك فويتيتش بلايتين وبلارجلين قدر يولي واحد من أبرز المؤثرين في العالم. أجيو نكتشفو جميع قصة نيك فويتيتش ونشوفو كيفاش كانت طريق النجاح على بركة الله. تزاد نيك في عام 1982 في ميلبورن في أستراليا. ماشي بحال جميع الأمهات اللي كيعيشوا أحسن لحظة في حياتهم فاش كيجيبوا ليهم وليداتهم يشوفوهم أول مرة يحضنوهم يشموا ريحتهم ويفرزوا ملامحهم. الأم ديال نيك غادا ترفض أنها تهزو بين يديها وحتى تشوف فيه، حيت الولد اللي 9 شهور وهي كتسناه خرج للدنيا بلا يدين بلا رجلين. نيك تزاد بواحد المرض نادر سميتو تيتخا أميلي. سبب هذا الفشل الجيني هو واحد التغير غير متوقع في الجينات أثناء عملية تكوين البشري. الأب ديال نيك بقى كيواسيها وكيصبرها وحاول يخليها تقبل الإعاقة ديال نيك وتشوف داك الشي اللي زوين فيه. 4 شهور وهي كتنفر منه وما قادراش تحط عينيها عليه ولا تخليه يقرب ليها. من بعد غادا تبدا تقبلو شوية بشوية وتبدا تولف عليه. نيك كانت أي حاجة كيبغي يديرها كتجيه صعيبة، حتى أبسط الأشياء اللي بالنسبة لينا بديهية وما عمرنا عرفنا قيمتها ولا فكرنا كيفاش كانت تقدر تكون حياتنا بلا يدين وبلا رجلين. فاش كان صغير نيك كان كيسول ديما راسو علاش أنا هكذا، علاش بوحدي ما عنديش اليدين والرجلي، وما عمرو لقى شي جواب مقنع وبقى كيتعذب بوحدو في صمت. فاش وصل لسن التمدرس نيك بغى يمشي يقرا، فرح ونشط اللي غادي يقدر يبدا يمشي للمدرسة بحالو بحال الوليدات الاخرين ويقدر يقرا ويدير صحاب جداد ويلعب معاهم ويعيش طفولة عادية. ولكن نيك غادي يرفضوه في المدرسة حيت القانون كيمنع على الأطفال في وضعيات إعاقة التسجيل في المدارس الحكومية. حتى بدا كيفقد نيك الأمل في الحياة وبداو كيكبروا معاه العقد النفسية وكيقول باللي عمرو يقدر يندمج مع الناس العاديين. الأم ديال نيك غادا تبقى تناضل وتطلع وتنزل للإدارات باش ولدها يقدر يقرا ويتسجل في المدرسة، وغادا تقدر تدفع السياسيين باش يغيروا القانون في الولاية اللي ساكن فيها نيك وغادي يسمحوا للوليدات في وضعيات إعاقة جسدية باش يتسجلوا في المدارس الحكومية. نيك كان كيبغي المدرسة وحاول باش يكون بحال صحابه في القسم، ولكن هما كانوا ديما كيرفضوه وكيجيهم غريب وما يقدروش يلعبوا معاه ولا يكون صاحبه من غير هادوك اللي كانوا كيضحكوا عليه وكيخليوه ديما يحس بلي هو ناقص عليهم. نيك كان كل نهار كيرجع للدار باكي وما حاملش راسو بسبب المعاناة ديالو في المدرسة والمعاملة ديال صحابه ليه في القسم. نيك كان عارف راسو مختلف من برا، ولكن من الداخل كان بحالو بحال الاخرين. كانوا دازوا عليه شي وقات فين كان كيقول ما غاديش نعاود نمشي للمدرسة حيت الا بقيت في الدار ما كاين اللي يضحك عليا ولا يشوف فيا شوفه ناقصة ولا نبقى فيه. والدين نيك بقاو كيشجعوه وكيقولوا ليه ما تديهاش فيهم، انت زوين وذكي وحنا كنبغيو كيف ما انت، حاول تعاود المحاولة وتعرف على صحاب اخرين. وبالفعل داكشي اللي دار نيك، بقى كيحاول يتقرب من وليدات اخرين حتى قدر يدير صحاب ديال بصح اللي قبلوه بعيوبه وخلاوه يبدا يلعب معاهم. شي مرات كان نيك كيكره راسو وكيتعصب حيت ما كيقدر يدير حتى حاجه باش يكبروا ليه اليدين والرجلين، وفي نفس الوقت ما كاين حتى شي واحد يقدر يلومه على هادشي. واحد النهار نيك قرر يدير حد لحياته وغادي يلوح راسو في لابينوار باش يغرق ويتهنى من هاد الحياه اللي كتبت عليه. كان كيفكر باللي الا مات غادي يتهنى ويريح والديه اللي معذبين معاه. نيك ما غاداش تنجح ليه الخطه اللي دار، وغادي يكتشف باللي كيقدر يبقى فوق الماء، وغادي يفكر في والديه وباللي غادي توحشهم بزاف وغادي يتعذبوا الى فارقوا. فسولو با علاش بغيتي تموت يا ولدي؟ قال لي نيك انا ما كنقدر ندير حتى حاجه بوحدي، ما عمرني غادي نتزوج، ما عمر غادي يكونوا عندي ولادي، ما كنقدر ندير حتى شي رياضه، ما عمرني غادي نلقى خدمه، غادي نبقى حياتي كلها فقير بلا فلوس، كيفاش بغيتيني نلقى شي معنى لحياتي؟ باين نيك سمع ليه حتى سالا وخوا قلبو عليه وجابو واحد الجواب بسيط ولكن في نفس الوقت عميق. قال ليه كيفاش اولدي تقدر تقول باللي ما عمرك تقدر دير هادشي وانت ما عمرك حاولتي؟ خاصك تجرب بعدا ومن بعد تحكم واش هادشي اللي بغيتي مستحيل ولا لا. نيك بقى كيتمعن مزيان في الهضره ديال باه ولقى باللي ما عنده ما يخسر الا جرب. واخا كانت اي حاجه كتجي صعيبه كان ديما كيقول مع راسو الا فشلت غادي نحاول مرة أخرى ومرة أخرى ومرة أخرى حتى ننجح.
ولا كيزعم شويه بشويه يدير شحال من حاجه، وبدا يقدر يشعل ويطفي الضو بوحدو، يقدر يتعلم يكتب في الاورديناتور، يتعلم يعوم، ولا يقدر يحك سنانو ويمشط شعرو. والاهم في كل شيء هو الطواليت، ملي كل كيعتمد على راسو يدخل للطواليت بوحدو، وهذا اهم انجاز كان قدر يحقق. نيك كان عنده الاختيار، اما يغضب من الله على شنو ما عندوش، ولا يشكرو على شنو عنده. عزل نيك ما يبقاش يركز على شنو ما عندوش، وبدا كيسب اهتمامه كله على شنو عنده. والقاب اللي واحد جوج سبعان في رجل وحده هما من بين اعظم النعم اللي عطاه الله، وبلي كيسهلوا عليه الحياه بزاف. نيك زاد تشجع فاش الام ديالو غادا توريه واحد الوليد اخر قدو وعندو نفس الاعاقه، وكان كيسلك راسو في العراقيل اليوميه اللي كتواجهو. نيك عرف بلي راه ماشي بوحدو في هذا العالم اللي ناقصه شي حاجه، وبدا كيتقبل شويه بشويه الاعاقه اللي كتب عليه الله، وزاد في المجهودات ديالو باش يفوت الحدود اللي كان راسمها في دماغه من قبل. الاساس ديال المدرسه قال نيك واحد النهار، الصراحه القصه ديالك مؤثره، علاش اللي ما تعاودهاش للناس ياخذوا عبره ويعرفوا قيمه الاعضاء ديالهم. نيك عجباته الفكره وقرر انه يبدا يعاود تجربته في الحياه لمجموعات صغيره ديال الناس. حتى لواحد النهار غادي يلقى راسو كيهضر قدام 300 تلميذ في الكوليج. فاش كان نيك كيعاود قصته بداو كيبانوا ليه التلاميذ كيبكي، وحده فيهم كانت كتبكي بالجهد وكتشهق حتى كلشي ولا كيشوف فيها. وقفت البنت وقالت نيك، اسمح لي قطعتك، ولكن واش نقدر نجي نعنقك؟ مشات عنده واحد ناتو وبقات كتبكي وهمسات ليه في ودنيه، شكرا 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 بزاف، ما عمرني كان كيسحابني باللي انا زوينه وباللي الناس كيبغيوني. من ديك النهار عرفنيك باللي راه كيقدر ياثر في الناس، وباللي قصتو تقدر تعطي امل في الحياه لبزاف ديال الشباب اللي فقدوا الامل في هاد الدنيا، وغادي يقرر يبدا يعطي محاضرات في العالم كله. قدرني كيسافر لكثر من 60 دوله ويعاود قصتو لكثر من 4 مليون ديال الناس، وولا واحد من اكثر الاشخاص الملهمين في العالم بالخطابات ديالو. نيك غادي ياسس جمعيه غير حكوميه وهو في عمره 17 عام، سماها Life Without Limits، الحياه بدون اطراف. في عام 1990 الاصرار والشجاعه ديال نيك عجبات كلشي، وغادي يكرموه بجائزه المواطن الشاب الاسترالي. بلا يدين بلا رجلين قدر نيك ياخذ الاجازه في التجاره اختصاص التخطيط المالي والمحاسبه من جامعه غريفيث يونيفرسيتي. 2005 غادي يخرج نيك واحد الدي في دي كيحكي فيه على طفولته والمسار ديالو، كيفاش قدر يستعمل اي حاجه عنده باش يولي انسان طبيعي. في عام 2006 غادي ياسس نيك شركه ديالو سماها Attitude is Altitude، وهي مختصه في طرق التحدث امام الناس. في عام 2010 غادي يخرج دي في دي الثاني بعنوان سيره رجل ايمان مصمم، وغادي يشارك فيلم قصير بعنوان The Butterfly Circus، وغادي ياخذ جائزه افضل ممثل في فيلم قصير في مهرجان الفيلم المستقل. في 2011 غادي يعرضوا عليه يلقي خطاب في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس اللي كيحضروا ليه رؤساء الدول والشخصيات البارزه في العالم، وغادي يخرج فيديو كليب سماه Something More، شي حاجه اكثر. في عام 2012 نيك غادي يلقى المراه اللي تبغيه ويبغيها، وحيت نيك رومانسي بزاف غادي يعرض عليها الزواج باطو ويركب ليها الخاتم بسنانه، وغادي يتزوج بكاناي ميارا. الى يومنا هذا نيك كتب اكثر من 10 ديال الكتب على حياته الشخصيه وتجربته في الحياه، واللي ترجمات لعده لغات. اليوم نيك عايش في كاليفورنيا في امريكان، عنده 4 ديال الدراري وعايش حياه مرتاحه وما خصو حتى خير. قدر يتعلم مهارات جديده ويجرب شحال من حاجه اللي كانت كتبان ليه مستحيله من قبل. قدر يولي مستثمر كبير، والمشاريع ديالو كتحقق ارباح خياليه، وباقي كيدير الجولات ديالو عبر العالم باش يحفز الناس ويخليهم يرجعوا الثقه في راسهم ويعرفوا باللي المستحيل ما كاينش. بلا يدين بلا رجلين قدر نيك يكون مثال حي للصبر والتفاؤل بالحياه. نيك قدر يثبت باللي بلا يدين وبلا رجلين حتى حاجه ما مستحيله، وباللي الاعاقه هي اعاقه الروح ماشي الجسد، وقدر بوحدو يغير مسار الملايين ديال الناس عبر العالم ويخليهم يعرفوا قيمه الاعضاء اللي خلقهم الله بها. فاش كتشوف نيك عايش حياته بكل حريه واريحيه كتحشم من راسك وكتقول كيفاش واحد بلا يدين بلا رجلين قدر يدير هادشي كله وانا لا.
نيك ما دار حتى حاجه خارقه للعاده، هو فقط تجاوز الحدود اللي رسم في الخيال ديالو وقدر يحقق ذاته ويكون قدوه لنا كاملين. من بين اهم الاقوال ديالو، اذا ما قدرتيش تاخذ شي معجزه كن انت هو المعجزه. كانت هذه هي قصه نيك فويتيتش. وانتي شنو هي قصتك؟ الى عجبتك قصه نيك فويتيتش واثرت فيك وكنتي من عشاق المحتوى الهادف، شارك في القناه وفعل زر الجرس وكتب لينا في التعاليق شنو كتعرف على نيك، وما تنساش تكتب لينا الشخصيات اللي بغيتي تشوف في الحلقات المقبله. السلام عليكم.